نيهاما يدافع عن تكليفه بتشكيل الحكومة ويستنكر مظاهرات اليمين المتطرف. الجالية اليهودية تستنكر انتخاب يميني متطرف لرئاسة البرلمان النمساوي. زيادة أسعار ملصق الطرق السريعة وتذكرة كليما تيكت من العام المقبل. ضبط عملات مزورة بقيمة 70,000 يورو واعتقال سيدة روسية في فيينا. وفيينا تبحث عن 200 معلم جديد وسط تحديات نقص الكوادر التعليمية. وأخيراً الانشغال أثناء القيادة يودي بحياة 87 شخصاً في النمسا منذ بداية العام. مشاهدينا الكرام، من النمسا ميديا نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة الأخبار لهذا اليوم. إلى التفاصيل، دافع رئيس حزب الشعب كارل نيهاما عن تكليفه بتشكيل الحكومة مشيرا إلى أهمية دعم الحكومة المقبلة لاستقرار النمسا ومعالجة القضايا الكبيرة. وأكد نيهاما عن استعداده لإجراء محادثات مع أحزاب SPÖ ونيز والخضر، رغم أن تكليف الرئيس الفيدرالي ألكسندر فاندا بيلين جاء بقرار غير تقليدي بعد فشل زعيم حزب الحرية هربرت كيكل في تأمين شريك ائتلافي. وانتقد نيهاما بشدة مظاهرة يخطط لإقامتها من قبل اليمين المتطرف في فيينا في 9 نوفمبر، والذي يتزامن مع ذكرى بوغرما النازية عام 1938، واعتبرها إهانة لضحايا تلك الأحداث وصفعة للديمقراطية. أعرب أوسكار دوتش ممثل الجالية اليهودية في فيينا عن استيائه من انتخاب شخصية من اليمين المتطرف لرئاسة البرلمان النمساوي، واصفا هذا القرار في رسالة مفتوحة للنواب بأنه يشيد بالمجرمين النازيين. وانتخب اليميني فالتا روزنغرانس لهذا المنصب بعد حصوله على 100 صوت من أصل 162 وفق إعلان رئيس البرلمان المنتهي ولايته فولفغان سوبوتكا، حيث يأتي هذا التعيين بعد فوز حزب الحرية اليمين المتطرف في الانتخابات التشريعية الأخيرة، حيث دعم روزنغرانس عددا من النواب المحافظين من حزب الشعب النمساوي، ما أثار انتقادات واحتجاجات سياسية واسعة في البلاد. سيشهد مستخدمو السيارات ووسائل النقل العامة في النمسا ابتداء من عام 2025 زيادة ملحوظة في الأسعار. وترتفع تكلفة ملصق الطرق السريعة بنسبة 7.7% ليصل إلى 103.8 يورو سنويا، وستتاح الفئة الجديدة اليومية كخيار إضافي. وفيما يتعلق بتذكرة كليما تيكت، سترتفع تكاليف التذكرة السنوية العامة لتصبح 1179.3 يورو، بينما ستتزايد أسعار التذاكر المنخفضة للشباب وكبار السن لتصل إلى 884.2 يورو. ومن الممكن أن يستفيد من يشتري البطاقة من السعر القديم قبل نهاية العام الجاري. ضبطت الشرطة في فيينا والنمسا العليا عملات مزورة بقيمة اسمية بلغت 70,000 يورو، واعتقلت سيدة روسية تبلغ من العمر 41 عاما يشتبه في إدخالها الأموال المزيفة إلى النمسا بغرض الترويج. وصرحت المتحدثة باسم الشرطة أن السيدة تواجه اتهامات بتزوير العملة والاحتيال الجسيم وتزوير وثائق رسمية، وتمت مصادرة العملات المزورة خلال عملية منسقة بين مكتب مكافحة الجريمة بولاية فيينا وفريق مكافحة الجرائم الميدانية بالنمسا العليا، حيث تمت المداهمة في فيينا ومنطقة فوكلا بروك، كما نفذت عملية توقيف ميدانية في محل على شارع جيرتل. أعلنت إدارة التعليم في فيينا عن تعيين أكثر من 1800 معلم للعام الدراسي الحالي، وأكد المدير المؤقت للتعليم أرلو لانغماير استمرار الحاجة إلى معلمين إضافيين مع خطط لتوظيف 200 معلم ومعلمة خلال الأشهر المقبلة. وأوضح لانغماير أن الشواغر تعلن شهريا بسبب التقاعد والأجازات المستمرة على مدار العام وافتتاح صفوف جديدة
ويعمل حاليا في فيينا نحو 30,000 معلم، ويواجه القطاع تحديا بسبب نقص الكوادر المتخصصة. ودعما للمعلمين توفر المدينة تذاكر مجانية وفرق دعم متعددة التخصصات، بينما ينتظر قرار تعيين مدير دائم لإدارة التعليم قريبا. أعلن المعهد النساوي للسلامة المرورية KFO أن الانشغالات أثناء القيادة تسببت في وفاة 87 شخصا منذ بداية العام، ما يعادل 34% من الوفيات المرورية، لتصبح الانشغالات السبب الرئيس في حوادث السير المميتة. وأظهرت دراسة أن 55% من السائقين يستخدمون هواتفهم خلال قيادة السيارة مرة واحدة على الأقل في الساعة، بينما يقرأ 28% الرسائل ويكتب 16% رسائل نصية. ويلاحظ أن 29% فقط من السائقين الشباب بين 17 و19 عاما يعتبرون قراءة الرسائل خطرة جدا. ومن جانبه يطالب المعهد بزيادة التوعية والرقابة خاصة على فئة الشباب. كانت هذه نشرتنا لهذا اليوم، ولا تنسوا تحميل تطبيق إنفوجرات على هواتفكم. كنت معكم أنا ممدوح مكين، أمسية سعيدة ونهاية أسبوع سعيدة، وإلى اللقاء.